هذا باللي قلتي ليه من هنا هذه راها الزنقة غريبة والله إلا غريبة بالله زنقة ومخلصة من الفوق كاع مخلصه الساق من الفوصه ديالو يا ولكن اخويا هذه دابا ها هو الضو راه دايز الكابل ديال الضو دايز منا اذا راه ماشي الماء دايز لتحت وهاد الحار دايز لتحت الدري قال لك السكيريه هنا مصيبه ها كلشي كيجي هنا كلشي انت كتشوف لا من عمد تسمع الغوت كون تسمع عباد الله كتغاوت ما عندكش حق تهضر ما من غتهضر عمي حتى ما من غتهضر باش يوليو مطنطنين ها هو مسكين هذا المولي هذا اللي ساكن الدار ديالو هي هذيك الدار ديالو هذا الولد هذا الدري يقول لك ساكن خويا انت تداركم هي ديك اللي مليه اش كيوقع هنا اش كيبات هنا شوف السكيريه اخويا بالليل وكذا كنبقى يضرب لنا قرعه تما راه اللي جايب شي مصيبه يجي هنا اللي جاب بنات كلشي الله يسر عليها وانت جالس مع داركم مع ام الجدات هي مع الوالد اخويا غدوي شنو غتنوض دوي خاصك الدار ما عندك ما دير اخويا ها واش غتقدم انت يوميا لا خويا مرحبا بك مرحبا بكم مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في في هذا البث المباشر من هنا من ويسلان حي السلام زنقة بيران زاران واللي كنتواجدوا فيها تحية لواحد من أبناء الجالية المغربية اللي حاضر معنا ومغاربة العالم اللي ها هو جا وقال لك أجي ونوض ونديروا يد الله نقادوا هذه الزنقة تحية للجالية المغربية وعلى الروح ديال الغيرة اللي عندهم يعني كيتحركوا هاد الناس كينوضوا صراحة كيدويو كيتكلموا ما كيبقاوش واقفين على الحاجة يبقاو يشوفوا فيها فمباشرة من مكناس مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي ومن ويسلان واش باغي يتخلص جوج مرات ساكنة حي السلام كاين بسبب بقعة أرضية وسط الحي اللي كانت نورمالمون كما كيقولوا هما ممر ديال الزنقة تفاجئوا بتحويلها لوكر للجانحين وللمتشردين هاد الناس كيقول لك هاد الغابه اللي حنا كنعيشوا وسطها فيها مجموعه ديال الاشجار لا الكرم ولا اشجار زيد على الجردان والفئران والعقارب والتعابين اللي كل صيف كتولي هنا هذه كتولي حديقه لانتاجهم مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي والقوارض كذلك خلصات الاراضيهم بكثر من 20 مليون كما كيقول هذا السيد باش يحل ويخليها لينا وما بغاش باقي داير فيها الحيط ومسدوده بهذا الشكل رغم ان راه جات السلطات المحليه وريبوا هذا الجانب هذا لكن باقى الزنقه وكر للمتخلى عنهم وللمتشردين خويا اشنو واقع كي كديروا تعايشين نتوما كجيران ديال هاد الوكر المشكل اللي واقع دابا هذا الشيء 20 عام ولا كثر ولا 15 عام حنا كيولي هاد المسؤولين المسؤولين انا ساكن هنا راه الدار ديالي هي هذيك في كاينه طوموبيل تما كاينه الدار ديالي ساكن يعني دايز كاين الماء كاين في هاد الارض هذه راه دايز فيها الضو ودايز منها الواد الحار والتليفون وكل شيء يعني المسائل مدوزه هادو كل شيء هادو غير واحد هادي واحد الفئه قليله الناس خدامه راه كاينه المجموعه ديال السكن هنا راه شي 25 دار 25 هذا هو الممر الوحيد اللي عندهم ديال الظلمه وكثر وكثر ومن العمار اللي عارف بعدا اللي كتعرف بان ما بقيتش عايشه فينا ما بقيتش عارف شحال الناس اللي تزادوا دابا المشكل اللي تنطالبوا بسعاده السيد الوالي لان هو اللي يقدر يدخلنا لان الناس ديال البلديه مشيت عندهم العميل ولا وي العميل تنطالبوا باش يشوف لنا هذه الكارثه اللي وقعنا راه كارثه يعني راه حنا عايشين عندي شكايات من تقول الجماعه تتقول لك ما تيجوش عندك بعدا كاين انا ما شفتهمش انا عمرني شفتهم انا تمشي عندهم صحاب جماعه تمشي ندير شكايه واخا دير شكايه تيطبعوا ليها مطبوعه من 2021 من 2020 من رفع الدار رفع الدار ما ترفع عندك تضغط عليك الدار عندك تزيد الدار اكثر والمشكل انهم هم عارفين بان هذه هي الممر الوحيد وعارفين انها ديز الواد الحار يعني لا تخنق لنا الواد الحار ولا لو وقعت شي كارثه راه مشكله باش يصلحوه راه الواد الحار ديز من هنايا والماء ديز من هنايا اسمح لي قاطعت كلامك اجي نوريو الجهات المسؤوله هذا تقرير بالصوت وبالصوره اجي تشوف اشنو واقع اي على يعني ريحه كي دايره اجي تشوف اشنو واقع هنا لداخل فهاد الشيء راه كارثي هاد الشيء ريحه كريهه يعني هنا الصحه العامه ديال المواطنين راه الله يحسن العوان هاد الاطفال اللي كيشموا هاد الروائح راه هاد الشيء خطير وخطير واليوم كنتكلموا على فصل الصيف درجه الحراره فيها 40 هنا راه شي نهار يخرج شي تمساح هنا من التحت ماشي غير والله حول الحنوشه الحنوشه راه ناسيونال جيوغرافيك هادي شكون المسؤول على هاد الشيء ديال
كنطالبوا المسؤولين سواء سعاده العامل يجي يتكلف اللي هو اللي يقدر يشوف لنا شي حل، لان انا فشلت من جهه البلديه، فشلت لان البلديه تقول لي سير السلطه، السلطه تقول لي سير البلديه، ما عرفتش شكون اللي غادي يمشي عنده. يعني انا نورمالمون التدخل هنا خصو يكون ديال المصالح الجماعيه ديال البلديه هي اللي خصها الشرطه الاداريه باش تطفناها الشيء ومكلفه بالاملاك ومكلفه بالاملاك باش تشوف هذه الكارثه اللي كاينه هنايا، تشوف على كان تشوف علاش السلطه تقول لك انا نفذ يجيني قرار غنجيني البلديه فعلا السلطات قالت لنا مع احتراماتي سعاده الباشا، مشيت عنده سخبني قال لي يعني ما بقيتش مع المشكل، وانا المشكل اللي لقيته دابا ومع البلديه ما باش تعطيني حتى شي راس الخيط باش تحل هذا المشكل. شنو كاين هنا؟ ما عرفتش شنو كاين فينا هنا، كاينه شي حاجه لان كان الماء والضوء والواد الحر دايز شحال هذه وزنقه تندوزو منها شويه. حتى واحد السيد كان خدام في المحافظه شويه صدق باني وباني حتى ذاك الزنقه هذا هو اللي كيبقى وشويه دابا تخلص هي خدا تعويض من الله راديم، ولكن ما عرفناش كيفاش شنو وقعت ما الله اعلم، انا ما عرفتش براسي دابا تنوليو خايفين على ربما تشعل العافيه ولا شي حاجه الله يستر، الا شعلت العافيه راه مشينا فيها، شكون اللي يحمينا؟ وشكون؟ حتى واحد ما يحمينا. واخا نسولك الحاج دابا انت يعني انت عايش معنا هنا في البلاد الدار ديالو واعر انا هذاك كيفاش تخلصات هذا؟ شويه تخلص بجوج مرات رحنا في المغرب، شنو نقول لك؟ رحنا في المغرب خلاص الاول ها هو راه الباشا و 25 مليون و 40 الف ريال ها هي انا غادي اداء هادي 21 شوف شي كارثه. الرساله واضحه اخي الشريف. نعم. شنو المشاكل اللي كتعيشوها اليوم؟ مشاكل انا خايف على ولادي، ها الدار عندي علاش علاش الله يستر العافيه مشات لي الدار وفعلا خليتي يكون سكيريه قاسيه كيجيو لهنا كيجيو لك هنا السكيريه وكيجلسوا هنا. الشرجم ديالك حدا سرجم ما عندكش حق تهضر معاه. شوف ريحه الخنز اللي طالعه دابا حنا واقفين نشوف الخنز اللي طالع هنا يعني يدخل للديور. راه انت شفتي كل شيء بلا ما نقول لك شوف هادشي شوف هادشي ما كاينش هادي ما كاينش كاع ما كاين ما باقيش هادي. شوف هادشي يقول لكم باز ليكم عايشين وسط الخنز وساكتين. وهم دابا الناس اللي كيجيو هاد البلد اللي قال لك كيشوفوا شوفوا هاد الشيء هذا وحمد لله النظافه القيمنا هاد الشيء الله العزيز بلاتي باش ما يوليوش جوج الناس يدوا واحد. انتوما مشيتوا للجماعه اش كتقول؟ الجماعه كتقول لنا راه براسها عارفه هي راه بان مخلص وكتقول لك راه مخلص ولكن خصنا اللورد من عند غير كيبغيو يلصقوا زعما يلصقوا في الجهه الاخرى. كل واحد البلديه كدينا عند القياده والقياده كتقول لك سير الجماعيه اللي مسؤوله. وخا هو المستشار ديالكم والمنتخبين ديالكم فين هو؟ صوتوا عليه؟ راه كاين تما جالس في الكرسي ما فراسوش؟ ما شكون اللي عارف فراسو قالوا ما فراسوش ما كاينش ما واش ما فراسوش هادشي يجي في شوف هادشي هذا اللي كنقول لك هنا يمكن الله اعلم الله اعلم يا مالو زين كامل كيعرف هادشي هذا المشكل هذا واللي كيجي كيقول لك عندهم بلا مصاري. نعم فهمت الرساله واضحه الشريف سيدي حسن انت من الساكنه؟ من الساكنه. نعم سيدي شنو رسالتك؟ واش انا بحالي بحال المواطن راني مضرور انا ولو ما تنظري بعيده وانما راه داز الواد الحر هنايا وتهاد الممر هذا الى حلو مثلا راه غادي نستغلو. نعم. زياده على المشاكل اللي وقع ديال هاد المتشردين اللي كيجيو هنا يتجمعوا هنايا وهادي راه دايره الله محمد رسول الله. حنا داك الشيء باش عطينا الاسباقيه لهاد الناس اللي ساكنين هنايا باش يهضروا على هاد المشكل هذا. المهم راه كنعانيو من جميع النواحي. الريحه والطوباس وراك عارف. نعم. وسير الواد الحار دابا الا تخنق لنا هذا الواد الحار هذا شنو نديرو؟ راه ما عندنا حتى شي حل. ما كاينش حل. لا هذا هو. رسالة واضحة الشريف كذلك واحد من الجيران باش تعدد الآراء نعرفوا رسالتكم من جهة المسؤولة. حنا من جهة المسؤولة كنطالبوا من السيد العامل يطلب لنا يمشي لأصحاب النظافة يجيو ينقيو لنا هادشي. هادشي اللي كنطالبوا. خصها تمشي تنقى. يتنقى وتخرج الزنقة، الزنقة راه محلولة راه كان حتى في الكروكي القديم راه كان هادشي. محلولة اش اخويا. هيدا هي راه محلولة. اجي معايا تشوف. هي في القديم في القديم في القديم في الكروكي الأول راه محلولة في الأول فاش شرينا حنا. المرة ديال ساروت وحايط. حنا فاش شرينا حنا في الأول كان عندنا في الكروكي راه زنقة. عندي تالت زاوية في الزنقة في الكروكي. دوز منها راه فيها ديال 8 متر. هو الضو دايز. داز الضو حنا كون ما دخلنا هنا ما نشريوش هنا في النهار الأول. كون ما كانش فيها زنقة كان زنقة في الأول عاد ولات دابا عاد سدات وكان عندنا نزاع في الأول تقلب داكشي كله تقلب وتخلصت وتلونت راه
لا اله الا الله، هذه راه كانت زنقه وكما سمعنا الان. سمحي لي الحاجه غير واحد الكلمه، هذه راه كانت زنقه وسبحان الله بقدرته قادر ولات مصدر رزق يساوي 25 مليون و40 الف تبارك الله، وها هي باقا مسدوده. وانا الباب ديالي هانت الباب ديالي مقابله معاه وانا مرت بالعينين بالحساسيه الناموس، ها هي الباب ديالي، ها هي من الجهه الاخرى، ها هي من الجهه الاخرى، ها هي حسب تيجيو الكلاب هنا كيولدوا هنا ولادهم ما كيخليولاش نعسوا، ناموس دبات طوبات كيدخلوا لي الدار حتى انت ماكريا كلشي كيتعمر هنا ولدي، ها الباب ديالي، ها هادي تشوف الباب ديالي ماشي كنكذب عليك دريات، ما نكذبش عليك، لا ما نكذبش عليك، كنشوف داخلين هنا وانا ما نكذبش عليك، واش كاين ديال ما نكذبش، انا كنشكي على الوسخ، انا كنشكي على الزبل وعلى الوسخ، الناس كيعطيو لولادهم الميكات كيرموهم ليا تما، انا كنخرج نشطب وانا مريضه ما تنقدرش، كما نقدرش باش كنشطب نشطب نشطب في الصباح العشيه كترجع ليا بالخبره والريحه، وهانتم كتشوفوا بعينكم صوروا كل شيء والله العظيم، انا مهلوكه انت العيني ومريضه بالحساسيه، انا كنطلب ما يطليش هذا الزبل هنا. مشيتي للبلديه اش كتقول؟ ما كيقول لك دابا يجيو دابا يجيو، جاو لهنا قال لك احنا جينا والله اعلم، دابا يجيو انت كتشوف دابا يجيو وانت كتشوف. نعم مشاهدينا، نعم سيدي، غير دابا بالنسبه للزنقه فاش كيدوز فيها مثلا الواد الحار ويدوز الكاب ديال الضوء اش كتحفظ؟ لا هذا هو السؤال، شكون اللي عطى ديك الشهاده باش تحفظها؟ الشهاده اداريه باش تحفظها؟ هادشي اللي السؤال اللي كاين وهو شكون اللي كيسبق؟ واش الارض ولا الواد كيدوز تحت منها؟ خصها الواد البنيه التحتيه هي الاولى، وعلاش هو بنى فوق الواد؟ لانه هو اللي خصو ما خصوش يتخلص، وكانت القانون ما يتخلص لان الواد دايز هو الاول ماشي تحفظ هو الاول. هذه قضيه الخلاص راه عليها علامات السيف. ايوا واش راه فيها بزاف تخلص؟ لانه تخلصات ارض مجهزه اللي هي مجهزه في اطار انها بنيه تحتيه ديال الحي، شويه ولات محفظه وبقدره قادر تخلصات علامة استفهام. كنتمناو الجهات المسؤولة وعلى الجهات المعنية، لأنه هذا الشيء كيضحك بصراحة، لأنه هذه أرض ديال الدولة وشوية ولات مخلصة كيفاش الله أعلم، ولات ملك خاص ورجعات تخلصات باش الدولة تخلصها. رسالتكم الأخيرة، الرسالة الأخرانية، تنطالبوا بالسي العامل هو اللي يبقى في يدو الأمر، لأن أنا هو اللي باقي اللي تنثق فيه كما تنقول لك، وتنحملوا المسؤوليه ديالي لان حنايا كمواطنين، انا الجاليه تقولوا بان تجي مرحبا بها، عندهم ما كاين حتى شي حاجه غير كذوب، ما كاين حتى شي حاجه، الجاليه تجي تتعذب هنايا تنتعذبوا، هما ولاد الجيران ديالي كاملين مساكنه معذبين، هما تيلعبوا هنايا ما عندهم فين يلعبوا، ما عندهم حتى شي حاجه. هذه النقطه وي معذبين، لان معذبين هنايا ما عندوش فين يخرجوا، ما عندهم فين يخرجوا يعني، لا غير باش يخرجوا هي ديك الخرجه ديال العشيه باش يجلسوا قدام الباب، باش يخرجوا يجلسوا قدام الباب ما عندهمش فين يجلسوا، لان بلاتي واحد شويه من هنا ويظلم الحال غادي تشوف عجائب هنايا، غاتشوف عجائب هنايا، شكون تيتحمل المسؤوليه؟ واش حنا نقيلوا ندابزوا مع هاد الناس؟ هذا كارثه. تنطالبوا بالسي العامل مع احتراماتي ليه كامله، هو اللي يقدر نتلجا له ديالو. جماعه هيت انا فشلت من الجماعه، طلعت لها شي 100,000 مره ولو حافظيني فيما نجي ندوز فاكانسي خصني نمشي نزور جماعه، تيديروا لي الزريبيعه تيصيفطوني بهاك بهذا الاسلوب ديال الزنقه، واخا 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 وما كاين حتى شي حاجه، لا حول ولا قوه الا بالله. الرساله واضحه مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تي في، نحن رفقه ساكنه زنقه بيران زران، واللي هي في الاساس راها زنقه، لكن بقدره قادر ما بقاش زنقه وتم اغلاقها، ولو انه تم يعني تعويض صاحبها اللي كما سمعنا انها في الاصل راها كانت يعني ملك عام، ولكن بقدره قادر ولات ملك خاص وتحفظات وتخلصات من هاد الاراضي. كنتمناو الجهات المعنيه والجهات المسؤوله تفتح التحقيق ديالها في هذا الباب وتعرف كيفاش تم تمرير او تفويت هذه الارض هذه في ظروف الله اعلم بها، حسب التصريحات ديال المواطنين هذا الشيء الكلام ديالهم. حق الرد مكلوف مكفول للطرف الثاني للاجابه على هذه الاتهامات والادعاءات اللي كنسمعوا الان، وكذلك في انتظار تدخل الجهات المعنيه والمسؤوله لرفع هذا الضرر البيئي، وكذلك اللي هو كيف في الاول وفي الاخير ضرر بيئي لانه ريحه خطيره وخطيره مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تي في، وكذلك مطرح للنفايات عشوائي وسط الحي. اشكركم، كان معكم مراسل القناه منير معطاوي من ويسلان مكناس حي السلام زنقه بيران زران، الى اللقاء.